رواق الحياة، رواق الحياة على الحياة فتر. مساء الجمال، مساء الحب، الليلة نسهر في رواق الحياة مع حلقة خاصة نستضيف فيها شاعرنا الكبير الشاعر المفكر مصطفى ضياء، وترافقنا كالعادة الأستاذة كلثوم. كلثوم مرحبا بك ونورتينا، وكالعادة ترافقنا اليوم في موضوع نعرف حساس برشا، وكنا تحدثنا في الكواليس منذ بعض الأيام عن مشاعر الأمومة. فضل، أهلا وسهلا ومرحبا بكم على إذاعة حياة فيم ساعة أعزائنا المستمعين، ومرحبا بضيفنا، نورتنا وشرفنا في البروغرام تاعنا. إن شاء الله تقدم معنا سهرية ممتعة وراقية إن شاء الله. نحب نقول كل عام ولكل جميع الأمهات حيين بخير، ويرحم الأمهات وربي إن شاء الله يعطي في الجنة إن شاء الله يا ربي التي فقدناهم. نعم، انا حاسه باش على خاطر سامحوني ولدتك الله يرحمه. الله يرحمه، الله يرحمه، الله يرحمه، الله يعيشك. استاذنا الجليل مصطفى ضياء في حضرة امي، وانت ضيف لا شك ان للقاء طعما خاصا. اهلا وسهلا سي مصطفى. شكرا سي عبد المجيد، شكرا جزيلا، شكرا لإذاعة الحياة اف ام، سعيد جدا بهذا اللقاء وبهذه الدعوة. تحية إلى كل الأمهات، بقطع النظر عن الحدود الفاصلة بين الأجناس كاللون والعرق والاسم والانتباه الطبقي. تحية إجلال لكل الأمهات اللواتي يسهرن على سعادة النشء خاصة، وعلى سعادة من يطمح إلى السعادة. هو ذاك. شكرا جزيلا. إذا أستاذنا الجليل، شرف لنا أن نتحاور الليلة في موضوع الأم، موصولا بالفنون التي استلهمت مواضيعها من الأم في السينما، في الفنون التشكيلية، في الشعر، ولا شك أن لك قولا جليلا في هذا الغرض. سنعود إليك والتقل لنا الليلة ما شئت من شعرك الجميل. مستمعينا الكرام، في البداية أغنية موصولة بالأم عادل سلطان، ثم نعود في نهاية هذا الأسبوع بمناسبة عيد الأم. أذكر بضيفي في الأستوديو أستاذنا الشاعر المفكر مصطفى ضياء والأستاذة كلثوم المبروكي. كنا في الاستماع إلى أغنية يا أمي بهذه المناسبة، تحية إكبار وإجلال ومحبة وعشق كبير لكل الأمهات دون حدود، كما أشار شاعرنا مصطفى ضياء. سي مصطفى. شكرا سعد مجيد. أهدي هذا القصيد وهو لصديقة لبنانية شاعرة كبيرة اسمها أسيل السقلاوي، تقول: يكفي من الصدق أني لم أخن ذاتي، يكفي من الصدق أني لم أخن ذاتي حين اختصرتك في وجه انكساراتي، وسرت نحوك لا أنفاس تحجبني، فكنت أوضح من وجهي بمرآتي. أنا تجليك أسراري مكاشفة، وما ادخرت من الماضي إلى الآتي. الله الله الله، جميل جدا، جميل. شكرا. جميل هذا الوفاء للذات مترجما في التجرؤ على الكينونة، متجلية في قداسة الأم. رائع سي مصطفى. الفنون، كل الفنون نهلت من الأم صورة وتصورا وشعورا وفعلا إنسانيا جليلا، كل الفنون لا سيما الشعر. نعم، هناك مبدأ أحاول الاشتغال عليه صحبة الأصدقاء الكرام والأوفياء، وهو ربط الثقافة بمعناها الواسع بكل ما هو اجتماعي. معنى ذلك أن الثقافة يجب أن تتجسد في سلوكنا، في أخلاقنا، وإلا لا معنى لها. في هذا الإطار يقول:
المفكر الكبير والكاتب الرحالة ميشيل دو مونتاني. C'est une belle harmonie quand le faire et le dire vont ensemble. نحن نحب هذا الوطن. انسجام القول والفعل. نعم، نحن نحب هذا الوطن، ولكن عندما نقف على عتباته ونقف على رباه نحن في مأزق. وما السبب في هذا المأزق؟ هناك عوامل متعددة. العامل الأول هو أن العلم الذي درسناه وندرسه لم ينفعنا، ولو نفعنا وكان له بعد إجرائي لوجدنا الحلول ولتنفس الوطن. إذن أنا أؤمن إيمانا قاطعا أن الفكر التقدمي يضارعه سلوك تقدمي وإلا فلا. ثنائية الرجل والمرأة هي ثنائية تنتمي في الأصل إلى الجنس البشري، ولكن هناك اختلاف في مستوى البنية الجسدية، ولكن هناك تكامل في الأبعاد الأخرى. والعلاقة بين المرأة والرجل هي علاقة تكاملية وعلاقة عضوية، ولكن الخطر الذي يداهم المجتمعات اليوم هو أنه في مستوى اللاوعي يحاول الرجل وتحاول المرأة دون أن تعي ذلك أن تثبت ذاتها على حساب الرجل، أو العكس نجده. إذن يجب أن نخرج من هذه الثنائية التي زجت بالمجتمع في مزالق وفي مشاكل كبيرة. الأم، مكانة الأم، الأم من الأمومة، والأمومة نوعان، هناك أمومة مجسدة في الأبناء وهناك أمومة فطرية في الأبناء. رزق التي رزقت أبناء هو رزق من الله، والتي لم ترزق أبناء إن شاء الله ترزق أبناء، ولكن تبقى أم، والأمومة جاثمة فيها. وليس بالضرورة الأبوة كذلك سعد مجيد، أنا بقدر ما أقبل أبنائي أقبل أبناء سعد مجيد، أقبل أبناء كلثوم، أقبل أبناء الذين أدرسهم، لا فرق بينهم. إذن الأم حاضرة في كل خطاب وفي كل ضفدر. وما نشكو منه اليوم هو العنف المسلط على الاثنين، على الرجل وعلى المرأة. في هذا الإطار والفلسفة دائما حاضرة، يقول فرانسوا شاتلي: العنف والكلام من هذه القطبية ذات المعنى المزدوج ينشأ القرار الفلسفي. فالفيلسوف يراهن على أن الكلام مطلب والقول ضرورة، كفيلان بتبديد واقع العنف بتقليصه أو بتحويل مجراه على الأقل، وهذا ما نعمل على ترسيخه في النشء وفي العقول. سي مصفى، شكرا جزيلا. أنت تعتب على مؤسسة المعرفة غياب تجليها في السلوك العام. نعم، وكأننا بالجامعة بالمعهد بالإعدادية تعلم وتبني معارف، لكن هذه المعارف لا تنعكس، لا نجد لها معنى في سلوكنا. إذن هذه القطيعة، كيف نجسر المدرسة بالحياة؟ هذا سؤال كبير. ثانيا، أنت في هذا الباب كأنما تشير إلى هذه المفارقة بين القول والفعل. نعم. بين القول والفعل، ولكنني أستبطن في قولك نهجا لمعالجة هذه المعضلة، وهو نهج التفكير، نهج الثقافة. كيف لنا بثقافة تجعل المعرفة متجلية في سلوكنا حتى نرتقي إلى المصافي، إلى المراقي اللازمة؟ شكرا سعد مجيد على هذا السؤال العميق والأنيق. للثقافة 161 تعريف. وأنت مختص وحريص على تدقيق المفاهيم. نعم أعمل. والمشكلة سعد مجيد في برشا مرات قلت لك أزمة المجتمعات العربية والمجتمع التونسي بالأساس ليست أزمة سياسية ولا أزمة اجتماعية ولا اقتصادية ولا أخلاقية. الأزمة الأولى هي أزمة مفهومية، والعلم كما قلت في عديد المرات
ينبني على ثلاثية، ينبني على منهج، على دقة مفهومية وعلى الاختصار. هذه الثلاثية تكاد تكون غائبة من المدرسة الابتدائية إلى الإعدادية إلى المعهد الثانوي إلى الكلية مع الأسف. ووصلت في بعض الأحيان إلى القول أنه لا علم لنا، وإن وجد فهذا العلم لم ينفعنا. لأنه منقوص في تقديرك؟ نعم، لأنه منقوص. أولا نبدأ بالنشأ وبالتربية، وكل الفلاسفة والمفكرين اشتغلوا على علوم التربية. قل لي أي تربية تلقيت أقول لك من أنت. لونفونس اي ديسيزيف. متى تكون التربية ناجعة؟ تكون التربية ناجعة إذا استوفينا هذا الشرط، وهو التوازن النفسي للأم وللأبي وللأبناء الذي ينعكس على الأبناء. نحن نعاني انخراما في كياننا لا مثيل له، فسلوكنا في واد وفكرنا في واد، وسبيلنا إلى الوصل بين السلوك بين الفكر والسلوك، سبيلنا إلى الوصل الثقافة. أعود إلى الثقافة. الثقافة في مستواها البسيط، واللي يفهمها المستمعون في مستواها البسيط، من ثقف العودة أي سقله وهذبه وسواه. ما جدوى ثقافة إن كنت أعتقد أنني مثقفة لا تسقل كل ما هو فطري وفوضوي ومتوحش فيه. ما جدوى ثقافة لا تمكنني من التواصل بأناقة وبتربية سليمة مع من أحاور. صح. فعلا. إذن ماذا يتطلب هذا؟ يتطلب رصانة. إذن نحن تأخذنا العواطف، تأخذنا الغريزة فننفعل، ولكن العقل مشتق من العقال، العقل من العقال مشتق، وبه ما نشد الدابة إلى الأرض. إذن ما القسم المشترك بين الدابة وبين الإنسان؟ الدابة لا تفكر، نشدها بحبل، والإنسان نشده بعقله. نشده بعقله إلى الأرض، تشده الرصانة ولا ينفعل، وحتى وإن غضب عليه أن يتحكم في غضبه. ومن هو الإنسان الحكيم؟ هو الذي يتحكم في غضبه ساعة غضبه. ساعة غضبه. شكرا جزيلا أستاذ مصطفى، سأعود إليك كثوم للتعليق على هذا الباب، على علاقة الثقافة، علاقة العلم، علاقة المعرفة بالسلوك بالحياة. نحن مطلبنا هو الرفاه، مطلبنا هو السعادة، الرفاه العقلي والرفاه الوجداني طبعا، والرفاه السلوكي والرفاه الجمالي المشهدي الذي نراه للأسف الشديد حينما نرصد ونفكك المشهد في الشارع التونسي في الحياة العامة. لا نرى معرفة متجلية ولا ثقافة ترتقي إلى مطلب الرفاه، إلى مطلب السعادة. تفضلي. هو سمحني سي عبد المجيد، أول حاجة إحنا كما قال الأستاذ لازم الثقافة، لازم الفكر، لازم مش ثقافة يعني كما نقولوا إحنا قراية، لازم الثقافة. ثقافة شنو الثقافة؟ ثقافة العقل، ساعة العقل النظيف، العقل مش معناه نقولوا العقل النظيف، بالفكر النظيف، الأسلوب كما قال الأستاذ لو تسمح سي عبد المجيد مصطفى ضيع لو أستاذ مصطفى، التوازن، التوازن العائلي يبدأ من التوازن بين المرأة والرجل. طبعا. التفاهم والتوازن بين المرأة والرجل، بين الزوجين، وهذا اللي يهزنا العيلة متوازنة، العيلة تخمم كما قلت أستاذ مصطفى، العيلة تنجم حتى في ساعة الغضب تنجم تمص الغضب هذيك من ناحية الزوج ولا من ناحية الزوجة. وهذا إيش نقوله إحنا؟ نقوله الزوجة عندها 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 مكانة، أو نقوله عندها دور كبير في امتصاص غضب الزوج، في العناية بالأطفال، في تكوين الأسرة، في تربية الأسرة من ناحية من نواحي الكل. نقوله إحنا اجتماعيا دور كبير، ثقافيا، تعليميا، من نواحي الكل سامحني. ومن هذا الباب تخرج بعيلة متوازنة وبتخرج بفكر نظيف. أستاذ كلثوم، سي مصطفى أشار في بداية حديثه في هذه السهرة الموصولة بالأم رمزا، أي دلالة، موردا، هوية، هوية أيضا. قال أحيانا نتحدث عن حقوق
موصولة بالأم مفصولة عن الرجل، وكما أشار سي مصطفى هذا لا يستقيم. أنا أقول إن زورق الحياة زورق يتسع لشخصين، يتسع لامرأة ورجل، فيه مقعدان، إن وجد الواحد دون الآخر بقي الزورق منقوصا من ذاك الثاني. فالقضية إذن ليست قضية تنافر، إنما هي قضية تكامل وانسجام. تكامل وأي معنى نحن ما دمنا بهذه الجندرة امرأة ورجل، ما معنى امرأة في غياب وجود رجل، وما الرجل في غياب وجود امرأة؟ والأم تفيض علينا بمعانيها ودلالاتها وفضائلها، ونحن الحنين والأمن والأمان والأحساس والحب. وقيل الأم مدرسة إلى آخر ذلك. الفنون سي مصفى أستاذ كلثوم، الفنون استفادت وأفادت كثيرا 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 من الأم، من صورة الأم في الفنون التشكيلية، الأم التي تحن على صغيرها، في التماثيل، في النحت، في فن النحت، في فن الشعر، حدث ولا حرج. الأم مورد أثيل لا ينضب منه، ينهل الفن نهلا جميلا لإعلاء عديد القيم الموصولة بالأم كالتضحية والوفاء. فتحية إكبار وتقدير للأمهات، وقبلة على جبين كل أم بمناسبة هذا العيد الرائع. ولا ننسى أيضا الأب، الأب هذا المورد الكبير الأثيل بالطبع. هذا الحاضر الغائب، لأننا حينما نقول أم نحن نقول أبا بالضرورة في مصر. نعم، في تربيتنا هناك مشاكل كبيرة، ونحن لا نعتقد أننا متزنين. ليس هناك من اتزان في شخصيتنا، ولكن هل نبقي على هذه العلة فينا؟ لا، يتدخل العلم وتتدخل الثقافة. نعم، لتعيد إلينا توازننا. توازننا. أتذكر العلاقة بين الفيلسوف سقراط وزوجته كزانتيب. كانت دائمة الشجار معه، وكان لا يتكلم. وفي مرة هي تسب وهو صامت، وفي يدها إبريق من الماء، فصبته على رأسه، فضحك وقال لها: بعد كل هذه الزوابع كان لابد أن تمطري. الله الله، جميل جدا، جميل جدا. تصفيق هذه سي أيمن، تستاهل تصفيق هنا من الأستوديو في هذه السهرة الخاصة. دائما سي مصفى يتحفنا، يتحفنا بجميل القول منقولا أو صادرا عنه، وهو شاعر، شاعر من الشعراء الذين يمتعني قولهم الشعري كثيرا. شكرا. يجري شعر سي مصفى ضيا، يجري على الطبع، لا صنعة فيه ولا تكلف. ولذلك سنهديك سي مصفى أغنية، أغنية من اختيار ضيفتنا. تحية كبيرة إلى الأمهات دون حدود، كما أشار ضيفنا المبجل مصطفى ضيا. سي مصطفى، نعم. الأم هذه المدرسة. نعم، الأم، الأمومة والأبوة. الأم هي إنسان، والإنسان كما يقول كارل ياسبيرز هو كائن الأبعاد. مجتمعات اليوم مجتمعات استهلاكية، هي مجتمعات الإنسان ذو البعد الواحد. طغت علينا المادة، وأصبحنا لا نرى في الآخر إلا منبعا للكسب. الإنسان كائن الأبعاد، لاتر إما إي بلوري ديمونسيونيل إي ملتي ديمونسيونيل، متعدد الأبعاد. نعم، الأم امرأة، والمرأة ينظر إليها في المجتمعات العربية وهي نظرة تقليدية جسد فقط. المرأة ليست جسد، المرأة هي الأخت، وهي الصديقة، وهي الرفيقة، وهي الحرية، وهي الوطن. ما شاء الله. عندما ننظر إلى المرأة بهذه الأبعاد تكتمل صورة الأمومة فينا، وهذا حق عليهن فينا. هناك نظرات أضرت بالأسرة العربية، ومع احترامنا الكبير للدكتورة نوال السعداوي، أشعلت نار الفتنة بين المرأة والرجل، خاصة عندما كتبت الأنثى هي الأصل. كيف نرد على هذا القول؟ البحث في الأصل
هو مبحث ميتافيزيقي لا يؤدي إلى أي نتيجة، لذلك الخوض فيه هو منزلق خطير. المرأة ليست هي الأصل، والرجل ليس هو الأصل، والبحث في الأصل بحث لا جدوى منه. أشعلت هذه الفتنة بين المرأة والرجل وأشعلت الأسر، فحاولت المرأة أن تثأر لنفسها وأعلنت الحرب على الرجل، وكذلك الرجل كانت له سابقية الإساءة إلى المرأة، وكانت الطفلة التي هي بنتي ابنتي وابنتك سعد مجيد نعم ترى ما تعرضت له الأم واختزلت ذلك في اللاوعي، وعندما كبرت واستقلت ماديا حاولت في مستوى اللاوعي وهذا الخطيرة أن تثأر لأمها من زوجها في أبيها والعكس بالعكس. استبطان هذا استبطان نعم للأم الضحية نعم أعيد معناها تحاول في مستوى اللاوعي نعم أن تثأر لأمها من أبيها في زوجها حتى وإن كان زوجها مثاليا، والرجل كذلك يعامل بالمثل. إذن رفقا بهذا النشأ هو في حاجة إلى مثال أعلى، الأم هي مثال أعلى والأب هو مثال أعلى. إذا اعتقدت المرأة أنها في صراعها مع الرجل ستكسب المعركة، هم خاسرين الاثنين وخاصة الأبناء. ما في شك الابن في حاجة إلى مثل أعلى، ومع المثل الأعلى نتماها. مع الأسف الشديد اليوم نعاني من نقص فادح في المثل العليا، فأصبح نشأنا بدون مثل أعلى. والأخطر من هذا سعد مجيدة نعم عندما نربي أبناءنا على غياب المثل الأعلى يصبح كل شيء مباح ويفعل ما يريد. ثم الأخطر من كل هذا وقد تفشى في المجتمعات العربية هم الاستخفاف بكل شيء، وصل إلى حد الاستخفاف بالوطن، وهذا هو الخطير. للأسف الشديد إذن الأم والأب هما الوطن والأبوان نعم. وعندما تتكسر صورة الأم تتكسر صورة الرجل، إذن عليهم أن يبني صورة جميلة لذلك النشأ حتى يتماهى معهما. نحن في مصفى يعطيك الصحة باش نرجع لك أستاذ كلثوم، نحن لا نصف هذا ولا تلك لا ننتصر بالمفاضلة لا. نحن ننصف الرجل والمرأة بذاك التماهي الجميل نعم بذاك نعم. التماهي الجميل نعم. بذاك التكامل الرائع. وهو سبق أن قلنا في بداية الحصة سي مصفى أستاذ كلثوم زورق الحياة ذو كرسيين نعم. ذو مقعدين نعم. مقعد لهذه ومقعد لذاك نعم. فما أجمل الحياة بهذا الثنائي الرائع. تحية إلى كل أم في عيدها وإلى كل أب في عيده، في عيد الأسرة، عيد المشاعر، عيد المحبة. لك ما تقولين أستاذة؟ تفضلي. حبيت نرجع النقطة أستاذة مصفى، هو ليس صراع بين المرأة والرجل، نجم نقول نمط الحياة تغير، تكنولوجيا ثمها كرواسانس ثم ميوتاسيون شانجمون ثم تغيرات يعني كثيرة. يعني كما قال أستاذ سعد مجيد احنا ما نجموش نعيشوا، المرأة ما نجمش تعيش من غير الرجل والرجل ما نجمش يعيش من غير هو. سي مصفى أستاذ كلثوم يعني تطرق إلى موضوع موصول بالثقافة والتنشئة اي صح الثقافة والتنشئة في لوعي في لوعي المرأة أو في لوعي الرجل يعني صورة المرأة الضحية نعم تستبطن وتنعكس في سلوك دون وعي في سلوك دون في سلوك استرداد الحق أو في سلوك كذا والحق كما سبق أن قلنا إن الكون الجميل لا يكتمل جماله إلا بهذا الثنائي الرائع. لكن ما كتبتي نعم تفضلي. حبيت نقول كلمتين يحبوهم صغيراتنا أطفالنا الصغار هما كلمات على الأم ربي فضل كل ميمة إن شاء الله. أمي كم أهواها، أشتاق لمرآها وأحن لألقاها وأقبل يمناها. أمي هي نبع الحنين، أمي هبة الرحمن والروح فدا الريحان أتعطر بشذاها. أمي كم أهواها وأحن لألقاها، أمي هي أحلى الحور يبدو في الوجه النور، أمي فرح وحبور وضياء يخشاها.
أمي هي الأمن والأمان، أنت الحنين، من تحت قدميك لنا الجنان، عندما تضحكين تضحك الحياة، تظهر الأمان في طريقنا نحس بالأمان. أمي نبض الحنين، أمي نبض قلبي، نبض الأمان. أنت الأمان، أنت الحنين، من تحت قدميك لنا الجنان، من عطائك تخجلين، أبدا لم تتململين. يا شمعة دربي، يا بلسم الزمان، أمي نبض قلبي، نبع الحنان. متع الله أمهاتنا، غن بالصحة والعافية، ورحم الله من فقدنا. سهرة سهرة مزيانة، سهرة حلوة. سي مصطفى حلقت بنا عاليا في مثل نطلبها، في انسجام نطلبه في هذا الكون، في هذه الحياة، في هذا المجتمع. ووصلت صورة الأم بصورة الوطن. نعم. والأم وطن والأب وطن. إذا الأم والأب، إذا قطبان يشدان هذا الوطن الجميل لصورة رائعة من الرقي، صورة من الثقافة منعكسة في سلوكنا. نعم. وأجمل كلمة هي كلمة السكن. السكن. نعم. أي في القرآن الكريم وردت لتسكنوا إليها. السكن. والسكن من السكينة. من السكينة، من السكينة والأطمئنان والسلام. نعم. متى الإنسان يستمتع بالسكينة؟ عندما يتجاوز أنانيته. عندما يتجاوز أنانيته. عندما يفكر بالآخرين. بالآخرين. نعم. وهذا ما تسمى الغيرية. الغيرية. نعم. الأم تفكر دائما بالآخر، تفكر بأبنائها، تفكر بزوجها. على الرجل كذلك أن يفكر بالمثل، مجبولة على الغيرية. نعم. لتستمر العلاقة ولتستقيم. نعم. العلاقة بين المرأة والرجل ليست علاقة صراع وليست علاقة حرب. على الرجل أن يكف، وهذا قديم سعد مجيد. نعم. منذ البدء، منذ الإنسان البدائي، وجد الإنسان في هذا الكون ولم تكن له أسلحة، وكان يخاف من الطبيعة، والطبيعة كانت أقوى منه، فكان يملأ المكان فروسية. ولكنه كما يقول أدونيس، عندما يطل على الفراغ، رعب الفراغ، تأتي منه مفاجآت السقوط. وكان يسيطر على المرأة، وفي اعتقاده أنه عندما يسيطر على المرأة فهو يسيطر على الطبيعة. ممتاز. نعم. وهذا الاختزال وهذه الثقافة انتقلت من عصر إلى آخر، واليوم نعيشها بطريقة أخرى. الرجل يحاول، نحن مجتمع رجالي. نعم. نحن مجتمع رجالي، وهناك مجتمع أمومي مثلا موجود. هناك قبائل في التاريخ، في القبائل موجود إلى اليوم. قبائل المركز هي مجتمعات أمومية، المرأة هي التي تقود وتأخذ بيدها الجانب الاقتصادي والجانب السياسي، والرجل هو الذي يهتم بتربية الأبناء وبالمطبخ. أي نعم. وهناك إضافة أخرى أتعفف على قولها. يعني سي مصر تفضل. إذن هل اخترنا احنا هذا المجتمع الرجالي؟ لم نختره. لم نختره. هل اختار من يعيش في مجتمع أمومي هذا المجتمع؟ لم يختره. إذن علينا أن ننسجم مع هذا الواقع، وعلى الرجل أن يكف عن إثبات ذاته على حساب المرأة، وعلى المرأة كذلك أن تكف عن إثبات ذاتها على حساب الرجل. parce que s'affirmer au dépens de l'autre est un malheur. l'homme se croit heureux mais en fin de compte un bonheur qui s'obtient au dépens des autres est un malheur et parfois c'est un double malheur. فعلا. يعني اللي نكف حتى بالنسبه للمفكرين، تذكرت انا وائل السعداوي، ذكرت كارل ياسبيرس باش نرجع لك كارل ياسبيرس. نعم. في حاجه موصوله نوعا ما بسياقنا، ان الانصاف بالمفاضله كما ذهبت الى ذلك انا وائل السعداوي. نعم. خطير، خطير. هو خطير ويستبطن وينعكس في السلوك، في اللاوعي، يجري في اللاوعي وينعكس في سلوك. استسمح سعد مجيد، تصبح علاقه عدائيه. اخذت الشعله هناك باحثه مصريه وشابه، وسمعتها تقول، معناها فهمتني بالحرف الواحده، الرجل اضطهد المرأة وستفأر المرأة لنفسها والمستقبل للمرأة. هذا خطير. عالمة اجتماع تقول خطير. تقول مثل هذا الكلام خطير. تشعل حربا بين. نعم. المرأة ليس والرجل. بهذه الدرجة استيذا. لا هو موجود. لا خطرة في مصفى يحكي على موضوع، يعني هي قضية طرح قضية الصراع
بين المرأة والرجل غلط صح؟ غلط. هذا تنفوق ربلندري مش صراع هو لا لا يعني هو حكي لنا ولد السعداوي كيف جبت أعطى مثال ولد السعداوي الأصل نحترمه في فكره الكثير نعم نعم نحترمه كطبيبة نحترمه أنا أحترمه كطبيبة ولكن أني أني أن أن تعتبر المرأة هي الأصل معركة يعني. والمرأة هي الأصل وذاك هو الفرع وهذا يعني. له الأولوية والآخر نعم. ثانوي فهذا خطير هذا خطير حبيت نقول سندخل سمحت يعني الأنثى هي الأصل معنى ذلك فلسفيا أن هناك محور وهناك هامش وهناك هامش وهناك هامش وفرع نعم المحور هي المرأة والهامش والرجل إذن يهمش الرجل لا يهمش الرجل هذا الخطير هذا هو الجانب اللي يحكي عليه هو هذا الجانب أنا ما أدعو إليها ما يسميه علماء الاجتماع بسوسيولوجيا الثقافة فكر تقدمي يضارعه سلوك تقدمي نعم قبل التنظير حلوة يضارعه هذه مزيانة باش وقبل كل شيء نعم صح سي مصفى في يضارعه قيل لما سمي المضارع مضارعا لأنه يضارع الاسم في الإعراب شكرا أنه يعرف يضارع الاسم في الإعراب نعم سي مصفى كابلي سبيرت فكرتني هو لابد منك لكي أكون طبعا ولابد مني لكي تكون طبعا. وإلا فمن سيراك نعم. أنا مرآتك عاد كارلي سبيرس يقول ليبين في سياق الحديث عن العلوم التجريبية في نسبية العلوم التجريبية كيف يمكن أن يكون الإنسان معنى ذاتا وموضوعا نعم. يقول لا يمكنك أن تطل من الشباك لترى نفسك سائرا في الطريق طبعا هذه مثل كارلي سبيرس هناك رؤية ثانية في الفن هناك رؤية ترى الفن للفن نعم مثلا أنا أبسط الأمور مع مستمعين. الطلاب والمستمعين أقول مثلا لماذا تتزين المرأة المرأة لها كبرياء والرجل له كبرياء أحيانا تقول لي تلميذتي أتزين لنفسي أقول لها تتزين لنفسك لماذا لا تغلقين الباب وتتزينين هذا لابد من الأمن الآخر ثم أعطيك مبدأ في المنطقة يقوله سارتر الشيء في ذاته ولذاته لا قيمة له لا قيمة له إذن أنا أتزين حتى في هذه الحلقة نعم. لماذا أتكلم أنا بهذه الطريقة لأن هناك مستمع لأن هناك مستمع طبعا لأن هناك مستمع إذن نظرة الآخر تهمني وهذه سي مصفى الوظيفة التأثيرية في نعم. الخطاب نعم أنا موجود بالآخرين أي. والآخر موجود بي من خلال نظرته لا شك. إلي لا شك. إذن هناك تكامل هناك تكامل ولا يمكن أن يعيش الإنسان لنفسه ولنفسه الأم نعود تعيش لغيرها ولا تعيش لنفسها هذه الأمومة هي الأمومة الحقيقية الأمومة الحقيقية والأمومة درجات نعم جميل جدا أقصى درجات الأمومة هي التي تعيش لغيرها ولا تعيش لنفسها وهنا أستحضر صورة الوالدة وكل الوالدات والأمهات يؤثرون على أنفسهم ولو كانت بخصاص نعم. هذا هو الإثار وهذه الغيرية التي تحدثت عنها وتتجلى أحسن تجلي في الأم وفي الأب نعم. أيضا رواق الحياة الليلة موصول بالأم احتفاء بعيد الأم معنا في الأستوديو الأستاذ مصطفى ضيا والأستاذ كلثوم مبروكي نتحدث في هذه الفسحة عن صورة الأم في الفنون في الرسم في النحت في الموسيقى في الغناء في الأدب المسرح الشعر الرواية القصة لا تكاد الأم تغيب عن أي عمل فني سواء بصفة مركزية أو بصفة استثنائية في حينما أرادوا سي مصطفى التعبير عن التضحية نعم. معنى التضحية نعم. من التماثيل الموجودة في روسيا صورة أم منحنية تصعد مدرجا تحمل في يسراها كومة من الصوف وتمسك بيد والدها بيدها اليمنى لتصعد به السلم الدرج نعم. يقول نزار قباني لا خير في مدينة أو في بلد لا يؤنث نعم التأنيث والتذكير القسم المشترك بينهما هي الرجولة والرجولة ليست حكرا على الرجل, على الرجل. نعم. وإنما الرجولة هي تعريفا موقف من الحياة ومن الوجود والرجولة ليست ذكورة
هناك خلط بين الاثنين. إنسانية. نعم، يمكن أن تتحلى المرأة بالرجولة في موقفها، ومن هذا المنطلق كانت حاضرة في كل الفنون بدون استثناء، وكانت هي العمود الفقري الذي يرتكز عليه الرجل ليصعد سلم المعرفة وسلم الفن. ومتى كانت المرأة صالحة كان الرجل مبدعا، وعلى الرجل كذلك أن يعامل المرأة بنفس الطريقة لا أقل. نعم. إذن ماذا نطلب هنا؟ نطلب التوازن النفسي حتى وإن افتقد انطلاقا من التربية التي تلقيناها، فالعلم والثقافة يعيدان إلينا من خرم فينا. وأكبر الفلاسفة والفنانين والأدباء عاشوا مأساة في طفولتهم وحولوا تلك المأساة إلى إبداع. ومنذ حين قلت لك الفلسطيني يخرج والأم الفلسطينية تخرج من الركام، المنزل تهدم وتقف على قارعة الطريق كأنها ذاهبة إلى عرس، وتقول في داخلها على طلل الذات منا بقايا تشد الجراحة ولا تهزم. جميل، جميل جدا. هو الأب ذاته سي مصفى، نعم، حتى بالنسبة إلى الأبناء، نعم، لا يستطيع أن يرى ابنه أو ابنته دون أن ترتبط صورة الابن بصورة الأم. نعم. يتذكر زوجته إذا ما رأى ابنه. جعفر ماجد رحمه الله له قصيدة يتحدث عن ميلادي، يؤرخ لميلادي ابنه معز ماجد، وأنا قرأت أمنت حين أتاني بكر أولادي لأن ميلاده قد كان ميلادي، ألقى الصباح به كالشمس في أفقي وكاليقين بقلبي بعد إلحادي. إلين يقول وقلب أمك آواني بواحته ومن حنانه روى قلبي الصادي. كن يا معز كما قد كنت منتصرا على الحياة وخيب ظن حسادي، أحبب بلادك واجهد في محبتها وفي المحافل كل زينة النادي، فأنت من رحم الشعب الذي حفيت أقدامه وتعرى عري أسادي، فلا يسف تراب الذل من طمع ولا يقبل خوفا كف جلادي. الله. جميل. إذن صورة الأم ديما حاضرة. صورة الأم حاضرة. هناك حقيقة سعد المجيد، نعم، لا يمكن أن نكرنها، هو أن المرأة تحتمل أكثر من الرجل، طاقة الاحتمال أعلى، طاقة الاحتمال، نعم، تحبس العبرات في مقلتيها لكي لا يحزن ابنها أو ابنتها، نعم، وتتظاهر بالسعادة وهي شقية حتى لا يكون الأبناء أشقياء. الرجل أحيانا ننفعل نحن، نعم، وننقاد بالعاطفة وبالغريزة فنرد الفعل، ولكن الأمهات الكبيرات الأصيلات، وأنا أعتز بهذا التماهي بين المرأة وبين الخيل وبين الفرس. جميل. وبين الفرس، يقول المتنبي والصديق كذلك، يقول المتنبي في هذا السياق وما الخيل إلا كالصديق قليلة وإن كثرت في عين من لم يجرب. الله الله. النظرة السوداوية عن شارل بودلير الذي ذكرتها، ايه، والنظرة القاتمة للحياة وإلى الوجود مثل شوبنهاور، يقول عن امرأة هناك نساء وهناك امرأة ليست ككل النساء، ككل النساء، وأنا قياسا قلت هناك رجال وهناك رجل ليس ككل الرجال. جميل. كتبت، أي حتى لا تتداخل الأفكار، أي، كتبت الشاعرة سارة زينة قصيدة رأيت بعينيك كل الرجال، فعرفتها بقصيدة رأيت بعينيك كل النساء. جميل. إذن ماذا قال شارل بودلير؟ قال هناك نساء وهناك امرأة ليست ككل النساء. هناك امرأة تمنحك الموت أمام نظرات عينيها ببطء وأنت في قمة الانتشاء والنشوة، لأن الانتشاء يصب في النشوة. نعم. يعني هذا المثال الأعلى الذي نطمح إليه، وعلى المرأة ورجل مهما كانت الأوضاع ومهما كان التأزم
أن يبتسموا في وجه النشئ وأن يزرعوا فيهم الأمل، وعليهم أن يبتعدوا عن الإحباط. كلفهم ذلك ما كلفهم حتى على حساب صحتهم. نعم. تقول لي ابنتي وهي تستمع إلي الآن، الله يحفظها، ما يميزك أبي أنك في أقصى لحظات الغضب لم أسمع منك كلمة نابية. تبتسم. لم أسمع منك كلمة نابية. قلت لها لماذا قلت هذا الكلام؟ قالت لي أني مع الأسف درست مع صديقاتي وأصدقائي ويقولون لي إن أبي يتلفظ بألفاظ المشينة، وهذا عيب. عيب. هذا عيب. أنا كنت أغضب، وجدت قولا للرسول عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم: من أطاع غضبه أضاع أدبه. أنا رسمي لي شنو؟ رسمي لي الأدب متاعي. تلمذي هني قريتها الكل: لم أتلفظ يوما بكلمة خارج الموضوع. جميل. وأقول لهم: تابعوني في الشارع، في المقهى، حيث ما شئتم، فأنا واحد لا يتغير. فأنا واحد، سلوكي في القسم هو سلوكي في الشارع وفي هو سلوكي البرة. نعم. عاملوني مثلما أعاملكم. فلم أجد منهم إلى اليوم إلا التقدير والاحترام. سي مصف، هذا تحيل على العقل. نعم. الذي يعقل السلوك. نعم. والانفعال، عندما نقول لا تأخذ قرارك لحظة غضب ولا لحظة فرح شديد. نعم. ولا لحظة حزن شديد. نعم. إذن حينما تشرق شمس العقل علينا، إذن تكون قراراتنا في محلها. سي مصفى، أضيف لقولك سعد وجيد: تفضل. ولا تعطي وعودا وأنت في قمة الفرح. هذا تمام. لا تأخذ قرار ولا تعد وأنت في قمة الفرح، في لحظة الحزن ولا في لحظة الفرح. الاثنين هما الاثنين. الأم إذن سي مصفى، الأم هذا الكائن الذي لا يشي بحزنه ولا بوجعه. ليش؟ هذا الكتوم. نعم. هذا الكائن الكتوم. تحية إلى كل الأمهات، وربي عوض الأمهات خير وبر من الأبناء في حياتهم ومن جزاء المولى عز وجل في آخرتهم. نترحم على كل الأمهات طبعا، ونتمنى للأحياء منهن السعادة والصحة ونور العقل والبصر. هناك ملاحظة. فضل. ملاحظة بسيطة فقط. فضل. أدعو بكل لطف الأمهات. نعم. والفتيات التي سيصبحن أمهات، التي سيصبحن أمهات، أن يقدرنا ما معنى مجتمع رجالي، انفرسيتي باترياركال. أن يقدرنا ذلك، نحن لم نختر هذا المجتمع الرجالي. نعم. والمجتمع الرجالي لا يعني مجتمع ذكوري، وإنما مجتمع مواقف. مواقف. عليهم أن يقدروا هذا المجتمع، طبيعة هذا المجتمع، أن ينسجمنا معه دون الانتصار لا للمرأة ولا للرجل، فهما سيئان. فهما سيئان. كلثوم، لك ما تقولين في ختام هذه الحصة؟ أنا شك وأنت معنا منفعلة بمشاعر الشوق لميمتك الله يرحمها، فهمتني؟ الله يرحمها. ماذا تقولين؟ أنا نحب نقول كلمة صغيرة بالنسبة للأم بصفة عامة. الأم مبدعة كما تفضلت سي عبد المجيد، مفكرة ومبدعة. الأم لا تمسك بالمكنسة فقط، الأم مفكرة. صح. والأم صديقة. والأم مبدعة وفنانة. هي سمحني سي عبد المجيد، الأم بصفة عامة هي امرأة مناضلة مكافحة مجتهدة حتى في الدار، يعني مش بالضرورة تكون عندها خدمة، ولا هي تقوم بواجبها بعملها بكل عزيمة وإرادة. مبدعة من ناحية، من نواحي الكل، حتى كان ما كانتش مثقفة، نقولوا بصفة عامة احنا نقولوا يعني ثقافة في العادة. أي. ثقافة الأمهات كائنة بالضرورة. نعم. ما دامت أما فهي تحمل ثقافة. هي مبدعة في تربية صغارها ساعة. أي. مبدعة في 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 توازنها مع في توازنها في بيتها. نعم. في قيامها بمنزلها. أي. في سعادة زوجها، في سعادة أطفالها، في قيامها بمتطلبات المنزل. يعني هي تكوين الأسرة الصغرى هيك اللي تعديها للبيئة ولل. تفضل تفضل. في هذا السياق السعادة هي المطلب، هي الغاية. يعطيك الصحة. السعادة لا تبنى بالغنى وبالمال. يمكن أن نبني سعادتنا بما لدينا بالقليل. صح. القليل. حسن التصرف الموجود. بالقليل القليل. أي نعم. لذلك أنا أفضل الفهم على الحب. يعطيك الصحة، أنت اختزلتها سي. نعم. سي مصفى، أنا في حاجة إلى امرأة تفهمني، ولست في حاجة إلى امرأة تحبني، لأن الحب
أنت تحبني وتسيء إلي كل يوم. لا حب في هذه الحال. وعندما تفهمني تفهمك تنشأ بيننا علاقة حب ويتطور ذلك الحب إلى أن يبقى يصل إلى أقصى على قاعدة الفهم. نعم، لذلك أدعو العلاقة السليمة بين المرأة والرجل أن تكون علاقة فهم. علاقة فهم، علاقة متوازنة مولد للحب. واني في كن صديقي. نعم، كن صديقي اولا. نعم، ستكون حبيبي ثانيا. نعم، نعم، فيما نعم، فيما بعد. نعم، نعم. هذه السهره الخاصه بعيد الام من هنا من اذاعه حياه فام على 90.3 وعلى اللايف ستريمينج الحياه فام بوانات. تتابعونا في مختلف برامجنا. اذاعه حياه فام تحتفي بالحياه، تحتفي بالأم والأمومة. في هذه السهرة الخاصة نكرر ونقول إذن كل عام والأم بخير، كل عام والأم بحب، كل عام والأم تنعم بالبر والاعتراف. أستاذنا مصطفى ضيفنا ماذا تقول في ختام هذه الحصة وقد شارفت على نهايتها؟ نعم، عندما أتكلم عن الأم وعن الأمومة هذا الكلام لا يخص تونس فقط، وإنما دون حدود كما دون ذكرت حدود دون حدود. وبهذه المناسبة أكرم الشاعرة المبدعة والكبيرة نجاة بشارة. يلا. وفي تكريمها تكريم لكل الأمهات الفلسطينيات التي يقبضن على الجمر فعلا ويعبرن متاهات الحيرة والضياع، ولكنهن يحتفين بالحياة دائما، يحتفين في الملبس وفي في كل شيء، في كل شيء لهم ثقافة، يتمسكون بالفرح. نعم سعد مجيد، رغم الوجع الشام الكبرى هي التي تضم فلسطين وسوريا، وأقدم مدينة وأقدم عاصمة في الكون هي دمشق. دمشق هي دمشق. وفي الانتر تكستواليتي أتذكر هنا، نعم أترحم على روح الشاعر الكبير مظفر نواب، مظفر الذي رحمه قال الله. نعم، الذي قال وهو شاعر كبير لا شك يدافع عن قضية عادلة وعانى الويلات في حياته فعلا، يقول في قصيدة: دمشق عدت بلا حزني ولا فرحي، يقودني شبح مضنى إلى شبحي، هذه الدفاتر عادت وحدها وطني، ورحلة العمر عادت وحدها قدحي، أصابح الليل مصلوبا على أملي ألا أموت ميتة الشبحي. لا لا، أعود إلى الشاعرة الكبيرة نجاة بشارة، فكلما كتبت قصيدة حللتها وعلقت عليها، فاخترعت عنوان حوار بين شاعر وقارئ، بين شاعرة وقارئ. كتبت الشاعرة المبدعة نجاة بشارة: أنا هاهنا في ثقب حرفي مرجة، وعلى ضفاف الشمس أرفع معبدا، أغفو على زندي فأبسط راحتي، إني أحبك آنفا ومجددا. فعلقنا: من الانتظار على الجسر من الجراح معلق، إلى الانتظار على ضفاف الشمس، قدرتها العجيبة على الطيران أخلت بنظام العيون، لحرفها ثقوب لا يدركها إلا من عانى من ثقوب في الذاكرة وفي القلب، تطل من ثقوب الحروف الموصدة على ما تريد ومن تريد، كشرفة بيت فيأتي إليها البعيد وينأى القريب، تغير أماكنها وأزمنتها حسب حالتها النفسية المتقلبة كتقلب المناخ وانخرام دورة الفصول، ولكن لها فصل قار بين فصل الخريف وفصل الشتاء، لها فصل تسميه فصل الكتابة والبكاء، تبقى تبني على ضفاف الشمس معابد لا تسكنها إلاها والحمام الزاجل، ويستحيل على غيرها الوصول إليها إلا بتأشيرة وجواز منها، لها قدرة أخرى عجيبة على التخفي مؤقتا خلف الاستعارات والتشابيه المقلوبة في إجراء بديع للغة وانزياح عن المألوف، وأحيانا تختفي تماما فلا يرصدها لا بصر ولا بصيرة ولا رادار التكنولوجيات الحديثة، أحدثت ثقبا في الحروف تفتحها متى شاءت وتغلقها متى تشاء، فيصعب على أدوات النقد القديم خاصة رصدها واختراقها. باختصار،
هي عفيفة تحب على مسافة مدروسة للإثارة، وتقبل من تحب على مسافة بأنفاسها الحرة. هذه هي طقوس العشق في قاموس قلبها الذهبي والعاجي الساكن برجا عاجيا سمته معبدا معلقا على ضفاف الشمس. الله الله الله، شكرا جزيلا سي مصفى، رائع رائع هذا القول على القول، رائع هذا الشعر على الشعر. مستمعينا الكرام، بلغنا نهاية السفرة طيلة ساعتين، سافرنا في عيني الأم بنبض حنانها وجميل وقعها في ذواتنا، الأم التي تملأ الكون جمالا. كان معكم على الأجهزة التقنية محمد سيف الدين بولعراس وأيمن ليغا، وفي ميكرو الأستوديو كلثوم مبروكي والشاعر مصطفى ضيا، محدثكم عبد المجيد فرحات. إلى اللقاء على أمواج إذاعة الحياة. رواق الحياة، رواق الحياة على الحياة FM.